إذا دخلت إلى هذا الفيديو فبالفعل أنك مهتم بالهجرة إلى كندا والتعرف على الدولة الكندية. مرحبا أصدقائي بفيديو جديد ومرحبا بكم مرة أخرى بالقناة، معكم كوتر. إذا كانت هذه أول مرة لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، تابعوني على انستغرام، سأضع لكم الرابط تحت الفيديو. فلنبدأ الفيديو. بفيديو اليوم سأعرفكم عن أهم مميزات الدولة الكندية أو كندا، وهل هي فعلا تستحق كل تلك المعاناة وكل تلك التضحيات والتخلي عن الكثير من الأشياء، من بينها عائلاتنا، دولنا، منطقة الراحة التي نعيش بها، مهننا حتى في بعض الأحيان، ونهاجر إلى كندا البلد المعروف بمميزاته التي تختلف عن باقي الدول العالمية. وأول ميزة سنتكلم عنها اليوم هي ميزة التعليم بكندا. ميزة التعليم أو منظومة التعليم بكندا تعتبر من بين الأفضل في العالم، وهذا راجع إلى أن التعليم يعتبر أولوية قصوى للحكومة الكندية بجميع مستوياتها، بحيث أنه شيء مجاني وإجباري حتى سن 16 سنة. ومن حيث التحصيل العلمي فحوالي 90% من جميع الكنديين يحملون على الأقل شهادة الدراسة الثانوية، كما أن الدرجة العلمية التي تمنحها كندا وكذلك الدبلوم والشهادات تحترم للغاية في الأعمال التجارية والحكومية والحلقات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، حيث أن التعليم بكندا يربط دائما باحتياجات سوق العمل الدورية. ثاني ميزة هي ميزة الرعاية الصحية أو الرعاية الطبية. يمكن للمقيمين الدائمين، المواطنين، وحتى الحاصلين على تصاريح العمل أو الدراسة الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل مجاني وبشكل كامل تماما. يمكن لأي شخص الحصول على رعاية صحية، ولهذا تعد ميزة كبيرة لهذا النظام. طالما كان الشخص مقيم بكندا فسيحصل على مستوى معين من الرعاية الصحية. يحكي شخص أنه جاء إلى كندا وكسرت يده أثناء لعبه رياضة الهوكي، أخذه والده إلى المستشفى، وتلك كانت أول زيارة له إلى غرفة الطوارئ. عندما كان على استعداد للخروج غادر، وأبوه لم يطلب منه دفع أي فاتورة، بحيث تم تغطية تكاليف كل الفحوصات، الإجراءات، فحص الدم، الأشعة السينية، مع العلاج مباشرة، طالما كانت لدى هذا الشخص البطاقة أو بطاقة الصحة الخاصة به والتي تدل على أنه يعيش بتلك المقاطعة. الميزة رقم ثلاثة هي ميزة فرص العمل أو الوظائف في كندا. معروف أن كندا توفر العديد من الوظائف كل سنة، حيث بأنها توفر الآلاف إذا لم نقل الملايين. السؤال المطروح هنا هي: ما هي الوظائف الأكثر طلبا في كندا؟ الجواب على هذا السؤال سيصدمكم بشكل خيالي جدا، حيث أن الوظائف الأكثر طلبا في كندا هي كالآتي: تعد كندا من أكثر دول العالم احتياجا للكفاءات والأيادي الماهرة. في كل عام يتم فيه تقييم احتياجات البلاد من الأيادي العاملة وإيجاد الوسائل التي يمكن أن تسد حاجة المقاطعات الكندية من العمال. ومن بين الوظائف المطلوبة في كندا هي مندوب مبيعات، السائقين، مطوري برمجيات، الصرافون، العمال، الحدادون، المحاسبين، مهنة التمريض، ومهندسي الكهرباء، والكثير والعديد من المهن الأخرى، المهن الحرفية الأخرى. الميزة رقم خمسة هي المدن بكندا. تعرف كندا بمدنها الرائعة والجميلة جدا، حيث بأنها تعرف بالأمان وفرص العمل والكثير من المياز الأخرى. لذلك للبحث عن فرصة عمل والحصول على عيش كريم بكندا، يجب التعرف على المدينة المفضلة أو التي ستناسب كل شخص. فلذلك سنقوم بمقارنة بسيطة للتعرف على الفرق ما بين المدن، ولنعرفكم أيضا على المدينة التي ستكون مناسبة بالنسبة للشخص الراغب في الهجرة إلى كندا. قد يكون هناك عشرات المدن المهمة في كندا، ولكن هناك مدن بعينها تعتبر علامات وهي ذات تاريخ طويل وحاضر رائع. وأول مدينة هي مدينة أوتاوا، التي تعد من أهم المدن الكندية. وكما هو معلوم فإن أوتاوا هي عاصمة كندا السياسية، وهي إحدى مدن مقاطعة أونتاريو.
وهي أيضا من أكثر المدن الكندية اكتظاظا بالسكان، فيما يعيش في أوتاوا نسبة كبيرة من السكان المهاجرين، وتبلغ نسبة تواجد العرب بها أو المهاجرين ذوو الأصول العربية حوالي 3% أو أكثر. تعتبر مدينة تورونتو منافس قوي لمدينة مونتريال على حجز مرتبة أكبر مدن كندا، ويعيش في تورونتو حوالي 26,000 فرد من جنسيات مختلفة أو بمعنى أدق من أصول مختلفة، وتورونتو من المدن التي يسعى للحياة بها عدد كبير من سكان العالم الراغبين في الهجرة واللجوء إلى كندا طبقا لبرامج الهجرة التي تسير عليه المقاطعات الكندية، إلا أن تورونتو من المدن التي نجحت بالفعل في استقبال آلاف المهاجرين إلى كندا، وما زالت المدينة تستقبل أعداد من المهاجرين إليها والذين يعيشون فيها بأمان، بعيدا عن مشاكل العنصرية والتمييز العرقي الذي يواجه المهاجرين خارج كندا بشكل عام. وطبعا لا يمكن أن ننسى مدينة مونتريال التي تعتبر واحدة من أجمل وأشهر المدن الكندية والتي تقع في مقاطعة كيبيك، وتنافس مدينة تورونتو الكندية على الترتيب من حيث المساحة. مونتريال من المدن الكندية ذات التاريخ، وتعتبر أكبر المدن التي تتحدث باللغة الفرنسية بعد مدينة باريس عاصمة فرنسا. ولا غرابة في هذا، فمن المعروف أن ما يقرب من ثلثي سكان مونتريال من أصول فرنسية انحدروا إلى المدينة واستوطنوها منذ عشرات السنين. ومونتريال من المدن التي تحتضن الغرباء، ولن تشعر في هذه المدينة بأنك مختلف أو غير ذي حق، فهي فعلا مدينة رائعة. الميزة رقم 5 أو الميزة الأخيرة التي سنتكلم عنها بهذا الفيديو هي ميزة التقاعد، بحيث أنه لا يوجد شيء اسمه التقاعد في كندا، أو بالأحرى لا يوجد شيء اسمه التقاعد الإجباري، بحيث أن السن المعترف به أو المعروف على أنه سن التقاعد هو سن 65 سنة، ويمكن للشخص بأن يختار أن يكمل وظيفته وعمله بشكل عادي أو أن يتوقف بعد هذا السن بدون أي مشكلة. إذا أصدقائي، أتمنى من كل قلبي أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا وتعرفتم عن معلومات أكثر عن كندا. و إذا كنتم مهتمين بالهجرة إلى كندا والحياة والتعرف على الحياة والعيش بكندا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة للمزيد من الفيديوهات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك الجرس لتتوصلوا بالفيديوهات فورا وضعها أو نشرها على القناة. دعوا لي تعليق أسفل الفيديو لأتعرف على الأفكار والأشياء التي تريدون أن تشاهدوها في المستقبل، وأراكم في المرة المقبلة إن شاء الله.